إذن مشاهدينا، فيما يتوافد الحضور إلى حفل روائع الأوركسترا السعودية كما تابعتم وكما نتابع هنا في لندن، حضور من مختلف الجنسيات وكذلك مختلف الثقافات. كانت لنا الفرصة اليوم أن نلتقي بالأستاذ عثمان العمير الصحفي السعودي. حياك الله أستاذ عثمان. أهلا وسهلا بك. أول شيء شرف كبير لنا على المستوى الشخصي اللقاء بقامة كبيرة مثلك. أنا ودي أنطلق معك بسؤال، وأنا أعرف أنك هاوي للفن وهاوي الفنون بكل أنواعها، من عمارة، من فنون تشكيلية، فنون رسم. سنترال هول لا حد ما السنترال هول أي سنترال هول ياس. ما هو السنترال هول؟ الواقع أنا كنت سعيد جداً أني عندما سمعت أنه سيقام في هذا المحل، فهذا المكان اللي هو وستمنستر عز هول كله يعني هو بداية لندن، ومن هنا كان القصر الملكي موجود هنا. نعم. تحكم بريطانيا وما زالت من 1100 من القرن الحادي عشر، منتصف القرن الحادي عشر. تحكم من هنا من الكنيسة. هنا موجود 20 ملك مقبور في الكنيسة اللي بجنبنا هنا. أي صحيح. وفيه من بين 57 رئيس وزراء، يوجد فقط رئيس وزراء مدفونين هنا. لا أعلم لماذا رؤساء الوزراء يتجنبون الدفن هنا، وإن كنت أسمع أنه تشرشل رفض أن يدفن هنا لأنه قبور رؤساء الوزراء تساوى بالأرض، وقبور الملوك والملكات والمثقفين والأدباء تكون على مرتفع. وقال أنا لا أريد أن يمر الناس ويقفون فوق قبري. فهم لما مات أخذوه على بيته في 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 خارج لندن، ولكن المسؤولين على الكنيسة تعمدوا أن يضعوا مكان ومكتوب عليه تشرشل ويدوس عليه كل الناس وليس بس هذه صوابية سياسية من القدم يعني. لا هذه موجودة. إذا هي أستاذنا يعني قاعة موغلة في طبعاً. في الحضارة، موغلة في السياسة، موغلة في الحكومة، موغلة في كثير صحيح. من الأشياء، وجزء من أهم معالم لندن. عبد نعم صحيح. أنا هذا سؤالي، هو لماذا يعني هل لهذه الأهمية فقط تقام في أهم الحفلات؟ لا، لأنه شوف في هي جديدة يعني بعرف البريطانيين جديدة في 1912، لكن هنا المكان مهم جدا. هنا في الكنيسة وبرلمان. نعم. وفي القصر الملكي كان، وبجنبك 10 داونينج ستريت مقر رئيس وزراء، وكل البلد يدار من هنا إلى حد ما. إلى أكثر هنا مثلا معرف، أعتقد أنكم تعرفون أنه هنا جاء قبلنا المرحوم الملك فيصل في 1946، وأظن إذا ما خانتني الذاكرة كان مع الأمير محمد والراحل الملك العظيم فهد بن عبد العزيز. الله يخليه ويرحمه. وأتوا هنا لتأسيس الأمم المتحدة. نعم. وكان هذا أول موقع تتأسس فيه منظمة الأمم المتحدة. أي. أنت أستاذنا، أنت حركت المعلومات اللي كان ودنا نستعرضها في تقرير مسوينا عن سنترال هول، فأنا أستأذنك فيه. أوكي. لأنه اختير لروائع الأوركسترا السعودية سامي مكان يليق بها. صحيح. هذه القاعة هي من أهم قاعات الاحتفالات في لندن، مسرح مرموق استضاف أحداث وشخصيات كبرى على مدار أكثر من 100 عام. مسرح سنترال هول يستقبل اليوم سامي حفل روائع الأوركسترا السعودية في لندن. هنا على الضفة الشمالية لنهر التيمز عام 1912 بني الصرح الذي يستضيف حفل روائع الأوركسترا السعودية 2024 سنترال هول ويستمنستر. هذا الصرح يستضيف أكثر من 800 حدث ثقافي وسياسي سنوياً، من المؤتمرات حتى الحفلات الموسيقية وعروض الأزياء، وهو يتسع لفعاليات ومناسبات تضم أكثر من 2000 شخص. ومن بين أهم المناسبات البارزة اللي استضافتها القاعة أول اجتماع للأمم المتحدة في عام 1946، وجوائز لوريوس الرياضية العالمية في عام 2012، وحفل ليلة رأس السنة اللي بثت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي لسنوات. ومن بين أشهر الشخصيات العامة التي حضرت اجتماعات ولقاءات عقدت في هذا المبنى نيلسون مانديلا ومهاتما غاندي والرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف. هذا المبنى العتيق حصل على جوائز كثيرة،
كانت آخرها جائزة MIA Gold اللي منحت للمبنى للمرة الثالثة على التوالي. وكل الأنظار تتجه لليلة روائع الموسيقى السعودية اللي ستضيء لندن بأعذب وأجمل ما أنتجته الموسيقى السعودية هنا في سنترال هول ويستمنستر. أستاذ عثمان، الجميع يعرف مسيرة عثمان العمير الطويلة في بلاط صاحبة الجلالة، لكن لك علاقة خاصة جدا بالفن، اهتمامك بالفن، اهتمامك بالموسيقى، بعروض الأوركسترا، أبغاك تحكي لنا شوية عن عثمان العمير وعلاقته بالموسيقى. الواقع أنا يوم أول ما بدأت الصحافة في المملكة كتبت في الفن في مجلة اليمامة، وأذكر أني كتبت عن المرحوم سمو الأمير بدر عبد المحسن الله يغفر له، وكتبت بعض المقالات ما أذكرها الآن. ومن الأشياء التي أذكرها أنه في 1967 كتبت وكنت طالب، كتبت مقال عن دور الفن في قضية فلسطين، وأدت طبعاً هذه إلى إشكالية مع أساتذتي في المعهد العلمي لأنهم ما كانوا مبسوطين من أنه أنا أعتبر أنه الفن له. ثم لما انتقلت إلى جريدة الجزيرة عملت محرر فني، وصرت أعمل في الصفحة وعملت فيها فترة طويلة إلى أن أعتقد تسلمها الأخ محمد تونسي. وكذلك لما كنت محرر فني نظمت عدة مباريات تكريماً لبعض اللاعبين باعتبار محرر رياضي، مثل لاعب الهلال مبارك عبد الكريم، مثل لاعب الشباب لاعب الشباب، وأعتقد عدد من اللاعبين، وفي حفل حضره المرحوم سمو الأمير فيصل بن فهد، وكان حفلا كبيرا لقضية فلسطين لأننا قمنا حفل تحت رعاية مولاي صاحب خادم الحرمين الشريفين. وبعد الحفل، بعد المباراة التي تمت بين الصحفيين والأدباء والمفكرين والرياضيين، تم إقامة حفل غنائي وأقمناه في باحة جريدة الجزيرة في شارع الناصرية، وكان يعني حفلا مشهودا. فهذه علاقتي بالفن في السعودية، وكان لي شرف أني سألتني بي بي سي في عيد ميلادها 30 من الشخص الذي يمثل المملكة في الحفل، ورشحت لهم الأستاذ محمد عبده، وجاء محمد عبده وغنى أغنية ليلة ليلة، وغنى أغنية ثانية الظاهر ليلة خميس إذا لم تخني الذاكرة. يعني الحقيقة رحلة طويلة، أحب الفن، أحب روح الموسيقى دائما، ذهبت إلى كل أماكن اللي فيها الفنانين الموسيقيين في أوروبا، لم أترك مكانا لم أذهب إليه لكي أشاهد. جميل، احنا مستمرين اليوم ونبناخذ هذه المراحل إلى يعني بداية الحفل.